ماما عندك ضيوف. هاني في البيت، الا كاش ما سحقيتي راني هنا. هي هي انت اي نحكي معاك. وش بيك مهبول؟ علاه حاب تقتل روح؟ اسفة على سؤالي، اسفة بس انه مهما يكون السبب كش حاجة تستاهل انك تقتل. يا ربي ايش بدي يا ربي وش كله هذا؟ طب اسمعني والله يا مسيو، والله يا اخي ما بعرف اسمك، بس ما كاش حاجه في الدنيا هذه كلها تستاهل انك تقتل روحك على جالها. والله حاجه ما تستاهل. حتى لو يعني ضاع حلم من احلامك، يعني نهايه العالم؟ مش نهايه العالم، ما انا طول عمري نحلم. اللي كنت عندي 14 سنه وانا نحلم عندي احلام كثير ضاعت في حياتي، بس ما استسلمتش، بقيت كل مره نحاول ونطيح ونعاود ننوض ونزيد نحاول ويضربوني على راسي ونطيح ونعاود ننوض. مش عيب انك تضعف وتطيح، لكن العيب انك ما توقفش. تستاهل الحياه، تستاهل انك تضحي على جالها، انك تصبر، انك تقاوم وتحارب. طب اوكي نسالك سؤال، عندك ابوك امك يحبوك؟ اكيد يحبوك، يعني في اب وام يحبوش والدي. الهضره اللي نهضر فيها اوكي اسمح لي، يعني فكرت فيهم قبل ما تعمل هذه العملة؟ على الأقل فكر في أمك اللي تعبت، حملتك 9 شهور ما نحكيلكش على الألم والتعب والسهر، بس كل هذا كانت نسياته، أنه كانت حابة تشوفك، كانت حابة تحملك، تشوفك إنسان، تشوفك تكبر في عينها كل يوم. ويوم ما تولد أكيد أبوك كان مثل أغلبية الآباء اللي يخافوا يحملوا ولادهم لأنهم صغار في الحجم. أكيد كنت صغير ما تذكرش هالأشياء، لكن هذه تصير. كانوا يستناوا اليوم اللي تنطق فيه كلمة ماما أو بابا، متشوقين اليوم اللي يشوفوك فيه تمشي وتركض. طيب تتذكر أول يوم في المدرسة ليك؟ أكيد كنت مثلي، أنه أنا لما أخذتني ماما على المدرسة وراحت حسيت أني ضايعة، كان أول فراق بيني وبينها. أكيد حسيت نفس الإحساس أنت تاني. طب تتذكر البنت اللي كانت معك في الصف؟ أنا كمان كان معي ولد في الصف وكنت نحبه، كان أول حب في حياتي، كنت
كنت عندي 5 سنين وقتها. أكيد حبيت بنت معك في الصف مثلي. بعدين بديت تكبر، بديت نضلك لك لحية، بدأ صوتك يخشان، ولي تقولهم ماما لا تحكيش معايا هكا، أنا كبرت بابا أرجوك خليني أنا حر في تصرفاتي أنا كبرت. صح، كل هادو نسيتهم، نسيت أنه في أشخاص يحبوك، يحبوا يشوفوك إنسان قوي وناجح وعندك هدف في الحياة وتحب الحياة، لأنه الحياة تستاهل تتحب. أرجوك أرجوك ما تفعلش بروحك هاد الفعلة. أنا عارفة أنك إنسان قوي، وعارفة أنك راح تنحي هاد الفكرة من راسك، لأنك إنسان رائع عندك إحساس مشاعر، حتى لو كنت كاره حياتك ويائس منها فكر أنه في أشخاص حياتهم متعلقة بحياتك. أرجوك. طب أنا عندي صوت شوي حلو، ممكن أغني لك؟ امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم، هي ايه الحياة؟ حبة أمل حبة جنون. امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم، هي ايه الحياة؟ حبة أمل حبة جنون. يوم مليان فرح ويوم مليان دموع، ويوم فوق القمر ويوم وسط الشموع، أيام جايين نعيشها في كل لحظة فيها، وكل ما تنتهي غنوتنا نبتديها، وتدور الدنيا بينا ويجرى مهما يجرى، وكل نار تطولنا بنخرج منها أقوى. يا ليلي 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 يا ليلي. هي ايه الحياة؟ هي حبة تحدي لو عندك قد عندي، ورفضك نفس رفضي، هنقدر على الحياة. ماما انا اكتر شيء عجبني بالايفالويشن تبعك انت اليوم هو الطريقه اللي بتستعمل فيها صوتها بالحكي تتعبر، يعني النيوانس اللي بتستعملهم بصوتها بالحكي مش بس بالغنى، كثير بيجذبوا المشاهد، بخلوه معلق باللي عم تحكيه ويضل مركز عليها، انه هذا الشيء كثير كان حلو اليوم. اما بالنسبه للغنيه فاختيار الاغنيه مع الموضوع كثير حلو بالنسبه لي، كلامها كثير حلو للغنيه، وكنزة قدتها بطريقة كتير حلوة، يعني الانتربيتاسيون تبع الغنية كمان خلتنا نسمعها للآخر ونركز على كلماتها كتير. سو برافو كنزة. كنزة عطول بتجذبني، صوتها حنون كتير وبتاخد وقتها هي وعم بتغني، ما يلا بتخلط الكلمات وكل شيء ببعضه،
بعد بس بدي على طول بسمعها ذات الشيء. بدنا هلا تفرجينا اكثر، تفرجينا النوتات العاليه اللي عندها موجوده بصوتها، والنوتات القرار اللي موجوده بصوتها دائما عم بتغني بالنص بالنص بالنص، ما عم تتخطى ابدا. هيدي شغله كمان واحد مع الوقت ممله. ان شاء الله جمعة الجاي تعطينا شيء هيك يتبين كنزة شو هي. حبيت شو اللي اختارته حتى تحنن قلبه لهالشخص وتبعده عن الانتحار؟ كان في جرأة تختار اللي اختارته. واحد بفكر انه في بساطة، بس لا، في جرأة. يعني رجعت له لأحلى، يعني لنهار اللي خلق، بلش يحكي، بلش يمشي، أول يوم مدرسة ذكرته، رجعت له على الذاكرة العاطفية، عملت له شانتاج عاطفي لحتى هو يرجع يحن وما يترك هالحياة. يعني رجعته لذكرته لذكرياته. حلو كتير هيدا الشيء، وقالتهم بشكل حلو، قالتهم بهدوء بنعومة بسلاسة بهالأنوسة اللي عندها إياها بشكل كبير. صوتها أنا بحبه، بحب كيف بتغني، بحب كيف وجه مع الغنية، اختيار حلو للغنية. هلأ كتير صعب عليه ينهو هيك مشهد، أكيد يعني نهايته أسخف منه للمشهد، إنه ماما ماما وركضت. ما بعرف ليش كله بالماما، يعني ما عم بعرف ما فهمت شو مشكلة ماما اليوم. بس إنه لو مثلا خلصت الغنية وطلعت بالهيدا وابتسمت هيك وبس، وبلشت حديث جديد معه، شو اسمك، انت منين، وخلص المشهد، كان اهم كتير. بس بعد بدهم كتير وقت، هيدا شيء بده خبرة. انا حبيت او حبيت صوته اليوم، ما بعرف يعني هيك حسيته ناعم ولذيذة. كنزة لذيذة. المشكلة انه لما بيكون عندك تلميذ جيد جدا وعودك على مستوى معين بالشغل وبالإيفال، بتصيري انت متطلبة كأستاذة، متطلبة أكثر يعني. والغلطة يلي عند الآخر بتشوفيها طبيعية، عند كنزة ما بتقبليها. يعني من دخولها قالت لنا هاي، قالت لها ماما عندك تجوف. انا بصراحه فكرت انه نحن الضيوف واما يلي هالميله تناقض، انه بالاخر ماما ركضت لبرا من الباب يلي فاتت فيه. هدول اغلاط انا ما بقدر اقبلهم، لانه انا فسرت لهم انه لازم يحترموا الاسباس يلي بيخلقوه. يعني اذا اما هالميله بدها تركض لعند اما بتركض من هالميله. ما فهمت لشو الهاي ولا شو عندك الضيوف. انا كتبت اليوم شو صار لكنزة. يعني بصراحة يمكن أنا ما انبهرت، بالعكس زعلت. زعلت لأنه كنت متوقعة أكتر من كنزة. يعني لو شخص مثل ريان أو مثل ما بعرف شيء، يعني يلي عطوني إياه مثلا أشخاص مني معود عليهم يعطوني، ما كنت أنا اتضايقت، لأنه كنزة بعرف أنه مستواها عالي. حسيت ممل، نمط تمثيله ممل، ما في تلوين. يعني حتى بهالنمط الرايق ممكن يكون في تلوين. فكرة ذكية، يعني الشغلة الوحدة المنيحة هي الريتروسبكتيف، يعني كيف رجعت بالزمن من وقت ما خلق لا هيك لحظات محطات بحياته لا تغير له رأيه. هيدي الفكرة جيدة، ولكن معالجتها كانت مملة. يعني منرجع للفكرة انه ما في فكرة عاطلة، في معالجة عاطلة. مشان هيك أنا حسيت إنه ما كان في تلوين أبداً بالتمثيل. مثلاً من إيفالين ثلاثة لما حكيت مع صديقة على سكايب اقتنعت أكثر، صدقتها أكثر. ما شفت الفرق، يعني ما شفت الفرق اليوم من حداً بده ينتحر. يعني ما حسيت ولا لحظة كنزة يمكن علت صوتها. أنا بحاجة كنت شوفها لأنه معودة بعرفها اللي فرجتني انا اوريدي شايفته. والغنية كانت طويله والاخر يعني اخر المشهد عاطل.
بس بتضل رغم كل يلي عملته كنزة يعني مستويها جيد، ولكن أنا بخاف عليها أنه إذا ما فاجأتنا بالإيفال الجديد وبالبرايم الجديد بيصير عليها خطر، لأنه هالمرة صار في سيربلاس ما تقدمت أبدا، ممكن ترجع لورا. يعني أنا رح أحكي عن صوت الكنزة. كنزة عندها لمعات كتير حلوة بصوتها، عندها يعني أحيانا هيك بتخدنا بصوتها، عندها خامة حلوة، بس المشكلة بالنسبة إلي إنه أوقات بيكون أداءها روعة، بتغني الغنية عن جد شو حلوة شو ظابطة، أغاني تانيين بيكونوا أقل مستوى، أو منقول مثلا زمطت منا العرب، زمطت منا النوتات. هيدا الـ يعني الطلعة والنزلة بالأداء والاختلاف من غنية للتانية، هيدا أنا شوي بينقزني، لأنه نحن بنتعود على مستوى معين من الأداء مع الطلاب المناح أو الشاطرين، منزعل أو أنه مننقز وقتها بيقل شوي أدائهم. أنا بتمنى على كنزة أنه دايما تكون مركزة، تكون دايما بجهوزية تامة لكل الأنواع اللي بدها تغنيهم، ويكونوا دايما صوتها ملقوط منيح بكل الأغاني، بكل العرب، بكل الأفلات، لأنه ممنوع تزمط منا نوتات مش منيحة، وخصوصي مع ناس شاطرين ومع أصوات حلوة. بقى بتمنى انه ان شاء الله هلا بالصفوف وبالشغل انه يكون دائما الشغل على مستوى منيح، على مستوى جيد، ولا مره نقشط ونطلع، بالعكس نكون دائما ثابتين.